يقول: ما هي الرقية وما شروطها وما حكمها؟ الرقية هي القراءة على المريض والمصاب، قراءة شيء من القرآن والنفث عليه من القاري، قراءة شيء من الأدعية الشرعية والتعوذات الشرعية ثم ينفث على المصاب أو على محل الألم، قراءة على اللديغ الذي لدغته حية أو لسعته عقرب من ذوات السموم. هذه هي الرقية الشرعية، وهي سبب للشفاء بإذن الله. يقرأ سورة الفاتحة وهي أعظم الرقى، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث على المريض، ويقرأ أيضا ما تيسر من القرآن لا سيما الآيات المناسبة للمرض الذي يقصد الرقية منه. فإذا قرأ على مصاب بالسحر مثلا فإنه يقرأ عليه الآيات التي وردت في السحر من مختلف السور. وأما شروط الرقية فهي أن تكون من القرآن أو من الأدعية الشرعية، ولا تكون بأدعية غير واردة أو بألفاظ مجهولة أو بتعوذات شركية. ثانيا أن تكون بألفاظ عربية، لا تكون بلفظ أعجمي. ثالثا أن يكون قصد الراقي والمرقي أن يكون قصدهما بذلك حصول الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على الرقية وإنما يعتمدان على الله جل وعلا، وإنما الرقية تكون سببا من أسباب الشفاء بإذن الله. الاعتماد لا يكون على الرقية، ولا يعتقد الإنسان الراقي أو المرقي أن الشفاء يحصل بالرقية، وإنما يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الرقية إنما هي سبب من الأسباب.